رئيسية. طبعا الكلام ده مهم اللي حضرتك بتقوله، الكابتن ده فوزي مهم يا بيقوله، كابتن محمد، بس وربما تكملة لشريف راس الحربة ما اللي احنا هو هنتكلم بيتكلم عن اللي ده، هو لان بيتكلم عمرو عليها جمال يعني محطة برضو فعل. مثال. عمرو عمرو جمال جمال لما الإصابة اللي جات له، عمرو جمال كان هيبقى برضو جامد. ما هو دي قضية برضو خلافية، بما ان حضراتكم طرحتوها وكابتن شريف اشار لاسمه، حضرتك بتأكد انه كان هيبقى لاعب يعني له شأن كبير جدا كمهاجم، وان شاء الله لسه عنده الفرصة، عمرو مش كبير. لا لا